في بعض الشخصيات كده محتاجة معاملة خاصة. باختصار يعني ايه معاملة خاصة؟ هنعرف الكلام ده واحنا بناخد برج برج، نقول لك تتعامل معاه او تتعاملي معاه ازاي. طب انت ليه لازم تتعامل مع الابراج دي بما يسمى بالمعاملة الخاصة؟ لان انت غصب عنك اوريدي ممكن يكون محكوم عليك او محكوم عليكي انك تتعامل مع حد فرد، يعني فرد من افراد العيلة بتاعتك، اخوك، والدك، والدتك، ايا كان، قريبك، زميلك في العمل، رئيسك، ايا كان، مرتبط بيه عاطفيا، مضطر تكمل معاه. فانت لازم تعرف ازاي تتعامل معاه لو كان واحد من الابراج اللي هتيجي معانا في حلقة النهاردة، عشان العلاقة بينك وبينه ما تتوترش او ما نكبرش، يعني لو قلنا ممكن تفشل في النهاية. يلا بينا. اهلا باجمل عيله في الدنيا. يا ريت سريعا كده الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت يشترك، واضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان الاشعارات ما تروحش عليكم وقت ما بننزل الحلقه. هنبتدي معانا كل الابراج من ال 12 للاول. كل رجل او امراه يا ريت يكتب لنا قبل ما نتكلم كده احساسه بنفسه، يجوا في المركز الكام، يتوقع نفسه يجي في المركز الكام، وحد اذكى شويه يقول لنا مين ممكن يكون معانا متصدر الترتيب في حلقة النهاردة. في المركز الـ12 التلقائية والسلاسة وانخراطه في المجتمع وحبه للناس وان هو مش شيال وبيسامح في اغلب الاحيان وبيحب الحياة، كل ده يخلي نقول لك ان برج القوس رجل او امرأة بيجي معانا في المركز الـ12، اذا هو مقارنة ببقية الابراج بعيد عن موضوع حلقة النهاردة. اعلى منه في المركز الـ11 بالكربون، الكلام اللي احنا قلناه عن القوس ينطبق مع بعض التفاصيل البسيطة كده. سلاسة برج الميزان وسياسته وابتسامته الجميلة الجذابة وحبه للحياة ومرحه خلاه ايضا من الابراج مقارنة ببعضها البعض البعيدة عن موضوع حلقتنا. برج هتجد ان الدنيا معاه مش محتاجة سياسة معينة ان انت تتعامل معاه بمعاملة خاصة زي ابراج القمة اللي هنتعرف عليها بالتفصيل في حلقة النهاردة. ندخل في الجد ونعلى اكتر واكتر، ندخل في الجد شوية لما نلتقي ببرج العذراء رجل او امرأة. مشكلة رجل او امرأة العذراء في حاجة واحدة بس، في البطء، وده هتتعود عليه تدريجيا. يعني من عشرتك وطول معاشرتك لبرج العذراء هتتعود انت على حتة البطء اللي في شخصيته دي، وتعتبر هي دي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجهك معاه. فمش ممكن ان احنا نقول لك في حلقة النهاردة ان هو برج محتاج معاملة خاصة حتى مقارنة ببقية الابراج، لا، هو رحمة، ورحمة قوي كمان. مشكلة البطء فقط لا غير، اللي انت ممكن في بعض الاحيان دي من وجهة نظرك تتهم برج العذراء بالتباطؤ او بالتبارد، ده من وجهة نظرك، مع طول المدة تتأقلم انت ممكن على سياسته دي، فهو مش عنيف في موضوع حلقة النهاردة زي غيره من الابراج. اعلى منه في المركز التاسع برج الثور رجل او امرأة. مشكلة برج الثور في الصمت الشديد الرهيب، برضه بالمدة، برضه بطول العشرة، برضه لما تعرفه أكتر وأكتر هتجد إن دي حاجة ممكن أنت تتعود عليها بشكل كبير أوي. أعلى منه في المركز الثامن برج الدلو الهوائي رجل أو امرأة. دايما بنقول إن مشكلة برج الدلو ممكن في حتة إن العاطفة، يعني برج الدلو في حتة النسيان، أو في حتة لو أنت برج عاطفي شوية وارتبطت بيه ممكن تلاقي إن في بينك وبينه مسافات، فبرضه بالتدريج ممكن ان انت تتعود عليه. هتحس انت في بعض الاحيان برضه، ودي وجهة نظرك اللي انت بس المسؤول عنها، ان برج الجدي ما بيقدرش او ما بيعرفش يهتم. انت مسؤول عن وجهة النظر دي، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس ممكن تتعود عليها. ولكن احقاقا للحق هو اصعب من الابراج اللي سبقته دي كلها، يعني يقال يعتبر ان احنا برضه هو محتاج ان انت تطول نفسك وتطول بالك عليه، متعب شوي بس مش زي رجل او امرأة برج الجدي اللي اعلى منه بمركز. برج الجدي هنا مشكلته في عنده الشديد، وهنا انا انصحك لو انت انثى ومرتبطة برجل جدي يعني اختار الوقت، اختار الوقت وحاولي ان انت ما تعصبهوش وما تمشيش معاه بسياسة لوي الدراع او الند بالند او عندك او رأيي. لازم تتبع اسلوب من اساليب السياسة
وتختاري الوقت، وهنا تبقي انت انثى فاهمه. ولو انت رجل برضه ومرتبط بانثى جدي، اعرف ان احنا بنقول عليها المرأة الحديدية، يعني انت معاك واحدة من اقوى واعتى واشد النساء اللي ممكن تقابلها. فحتة ان انت تقول لها اعملي وتمشي معاها بصيغة الامر، ممكن وارد جدا ان انت تخسرها. نعلى اكتر واكتر ونخش في الجد اكتر واكتر، ويا اكتر واكتر، ويتعبنا اكتر واكتر لما نوصل للمركز السادس عشان نعرف مين البرج اللي هنصطدم بيه دلوقتي. انا نسيت بس اقول لكم يا جماعة، لو انتم شايفين ان الحلقة دي مهمة واستفدتوا وعجبتكم، يا ريت تدوسوا لايك. شايفين ان هي عكس كده، دوسوا لي ديسلايك، بس يا ريت تقولوا لي السبب. لو مهمة وعجبتكم اكيد هتعجب معظم اللي هيشوفها. اللايك ان شاء الله يوصلها لاكبر قدر من اصدقائنا، ده الطلب الوحيد منكم. رجل او امرأة برج الحمل، المشكلة في اندفاعه، عصبيته، احساسه بنفسه. تخلي بالك من النقاط دي، او تخلي بالك من النقاط دي. اذا رجل او امرأة او برج الحمل تحديدا محتاج معاملة خاصة، يعتبر يحتاج معاملة خاصة، وان انت تفهم شوية شخصيته. بس مقارنة ببرج العقرب اللي بيجي في المركز الخامس، الحمل اللي هو برج اللي انتهينا منه رحمة قوي. باختصار نقدر نقول لك ان برج العقرب برج مش سهل اطلاقا. يعني لو انت ما اخترتش ونقيت الطريقة المناسبة اللي انت تتعامل بيها معاه، او تتعاملي بيها معاه، او انت تتعامل بيها معاها ايا كان، يعني باختصار هيلعب بيك الكورة، سوري في اللفظ. يعني برج العقرب قوي وذكي ولماح، وعنده سياسات كتيرة قوي يقدر ان هو يستخدمها متى وكيفما شاء براحته. فلازم تفهم طباعه قوي وتفهم شخصيته قوي. وانا قلت في بعض النصائح، تبقاش كتاب مفتوح، ما تندليش زيادة عن اللزوم، ابعد عن الغباء، ابعد عن كثرة السؤال الكلام للطرفين رجل او امرأة. ومش عايز اطول عشان ما اطولش عليكم، انا عامل حلقات كتير ازاي تتعامل مع العقرب، ولسه هنعمل. تابع بس الارشادات دي وتقدر في النهاية توصل للي انت عايزه بالعلاقة مع البرج اللي مش سهل ده. نخلي بالنا اكتر واكتر، ولازم نتبع الاسلوب والسياسة الخاصة والمعاملة الخاصة اكتر واكتر. موضوع حلقتنا حرفيا يعني عمال بيصعب ويصعب. الدايرة بتضيق، حد يتوقع مين هيكون معانا في المركز الاول؟ اكتبوا لي، انا بقرا تعليقاتكم. برج الجوزاء لتقلب مزاجه، يتقلب المزاج او متقلب المزاج جدا، فشور اكيد مش محتاجة اي نقاش اطلاقا. البرج ده رجل او امرأة مش اي حد هيتعامل معاه، ومش اي حد هيقدر ان هو يكسبه او ينجح ان هو يسيطر عليه او ينجح ان هو ياخده في صفه. برج متقلب المزاج بطريقة كبيرة وعنيفة وصعبة، وعايزة حد ذكي ومرن ونفسه طويل عشان يقدر ان هو يتعامل معاه. اعلى منه في المركز الثالث اقوى واقوى واصعب واشد ومعاملة خاصة اكتر واكتر واشيك بكتير، رجل او امرأة برج الاسد الناري. حينما تلتقي بالبرنسس او زعيمة العصابة، اذا الاسم لوحده كفيل ويبرهن عما ستقابله او تواجهه حينما تتعامل مع تلك الشخصية. ورجل الاسد ايضا نفس الكلام. باختصار انت بتتعامل مع شخصية شايفة نفسها رقم واحد، ومفيش رقم غيرها ومفيش رقم بعدها، شايفة نفسها الاول والاخير، شايفة نفسها رئيسة جمهورية نفسها والمحيطين. اذا شخصية بالصفات دي اكيد وبديهي انت دلوقتي عرفت او انت عرفتي ليه لازم يكون المعاملة خاصة. يعني لازم تحسسها بقيمتها قوي، لازم تخلي بالك قوي، لازم تكون شخصية قوية ومميزة على قد ما تقدر. يا غير كده يا بلاش، يا غير كده يا برج الاسد يقولك ما يلزمناش، وساعتها ما تلومش بقى غير نفسك لو سابك وراح لحد تاني. اعلى واصعب في المركز الثاني برج الحوت المائي، رجل او امرأة. الحساسية المفرطة الشديدة، التأثر الكبير اللي في شخصية هذا البرج بيجعله واحد من الابراج اللي لازم تحسس على كلامك وافعالك وانت بتتعامل معه، لان اي خطأ قد كده مش مقصود عند برج الحوت غير مقبول وغير مسموح. ده حال اللي في المركز الثاني، وده حال اللي في المركز الثالث، وده حال اللي في المركز الرابع. فما بالكم بمتصدر الترتيب في حلقة النهاردة؟
برج السرطان المائي أكثر الأبراج على الإطلاق اللي بتحتاج معاملة خاصة لسببين رئيسيين. أول حاجة تقلبه الشديد في المزاج إن هو برج مودي قوي، وتاني حاجة حساسيته المفرطة جدا اللي بشترك فيها مع برج الحوت المائي. بكده نكون قدمنا نصائح مهمة سريعة قوي لكل الناس اللي بتتعامل مع كل الأبراج. تاني بذكر لو شايفين الحلقة دي عجبتكم مش طالب منكم غير لايك عشان تعجب إن شاء الله أصدقائنا ويقدروا يستفيدوا منها. لو العكس ياريت ديسلايك، وياريت برضو تقولوا لي ليه. بحبكم جدا وهتوحشوني. الساعة 9 إن شاء الله عندنا لايف على الانستجرام، وبعده بساعة الساعة 10 لايف على الفيسبوك. ياريت تتابعوني، هتوحشوني.